طيب أيوة. البدايه بقى هتكون عباره عن رساله طمأنة وطمأنينة على بعثة منتخبنا الموجودة في يواندي في الكاميرون بعد اللي حصل امبارح. امبارح طبعا ناس كتير جدا وكتير من وسائل طبعا التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية المختلفة والله وحتى وغير الرياضية، الكل كان بيتكلم على انفجار حدث بالأمس في أحد الملاهي الليلية، وده كان نتيجة يعني سوء استخدام ألعاب نارية أدت إلى بعض الحرائق وبالتالي إصابة أكثر من 16 شخص. احنا الحمد لله تواصلنا مع بعثة افراد البعثة واطمنا على منتخبنا اللي كان ترك العاصمة يواندي بالفعل ومتواجد هو من وقتها يعني في مدينة دوالا الكاميرونية طبعا استعدادا للقاء كوت ديفوار في دور ال 16 في بطولة امم افريقيا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. طبعا شيء صعب جدا مسألة استخدام وتحديدا إساءة استخدام الألعاب النارية اللي دايما بتحول أي احتفالية لكارثة، ده اللي حصل بحذافيره امبارح في الكاميرون. على كل حال ربنا يشفي كل المرضى والمصابين وإن شاء الله يكون دايما منتخبنا آمن وبخير. طبعا عايز اقول لك امبارح في الدقائق مش الساعات الدقائق الاولى بعد الخبر ده ناس كتير جدا كانت قلقانه والمنتخب وايه الاخبار وطمنونا، يعني حضراتكم اكيد تابعتوا على السوشيال ميديا، بس بعد كده زي ما كريم قال الخبر لا كان المنتخب يعني في امان الحمد لله ما كانش فيه اي مشاكل، بس حاجات زي كده تحس كمان مش وقتها في استضافات يعني فعاليات كبيره زي كده ما اعتقدش ان كان لها اي لازمه، لان الدنيا مش امان هناك كده ما هي مش امان البلد طبعا البلد غير امنه يعني بالمعنى الحرفي، ده يديك مفروض اضافه ان انت تخلي بالك اكتر طبعاً. بس كانت حاجة طبعا غير